السلام عليكم يا أصدقائي، جينا لكم فيديو قوي يا أصدقاء. فيديو جبت لكم أفضل تشكيلة تحت 50 مليون كويز يا أصدقاء. أفضل تشكيلة تحت 50 مليون كويز بالرانكات وبسكيل بوست بكل شيء يا أصدقاء. قبل أن نبدأ الفيديو دعوز لك شكرا لتشوف جاهز. أطلب منكم عليكم تكمل الفيديو حتى الآخر لنعرف كم هتجيب الريشن بجاه يا أصدقاء. هاي الآن لنبدأ الفيديو يا أصدقاء. في حراسة المرمى معنا أورتيكا، قيمته 760 ألف كوينز يا أصدقاء. طاقاتي جيد، الحاج جيد بعد تحديث أسبوع أسطوري، طاقاته جيدة، سكيلز رقم واحد جيد 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 كشيء بالنسبة للحراس. هذا الحارس يا أصدقاء، قيمته 760 ألف كويز. والآن علينا إلى قلبي الدفاع. في قلبي الدفاع يا أصدقاء، في قلب الدفاع الأول يا أصدقاء يوجد هذا هينديجر، هذا المدافع أسطوري أسطوري أسطوري. سعره 3,370,000 كوينز. طاقاته أسطورية، تسديد، لاعب متكامل بجميع الصفات، رشاقة، التسديد، تمرير، السرعة، الدفاع، البدن، لاعب متكامل. سكيلز تدخل سكيلز أسطوري يا أصدقاء بالنسبة للمدافع. والآن يا أصدقاء جانجيب لكم مدافع ثاني حتى هو أسطوري يا أصدقاء. هذا يا أصدقاء أين هو هذا يا أصدقاء سوليد بيرك، مدافع جيد جيد مش أسطور بل جيد جيد حتى متوسط يا أصدقاء. جبته من أجل التناغم ليكون تناغم 100,710,000 كوينز. لدوا قيمة اللاعب، طاقاته جيدة، سكيلز مراقبة حتى هو جيد، طاقاته جيد بالنسبة لقيمته لريشنج بيتا، طاقة جيدة. والآن يا أصدقاء هي لنذهب إلى الأربي. في الأربي يا أصدقاء يوجد معنا خيسوس نافاس الإسباني، طاقاته جيدة جيدة كثير يا أصدقاء. سعره 1,390,000 كوينز. جيد، هذا أربي من أفضل الأربيات بهذا السعر. بهذا السعر طاقاته أسطورية، السرعة موجودة، سرعة تراك موجودة، طاقاته أسطورية، خفيف، 4 مهارة، طاقاته جيدة جيدة بالنسبة للأربي بهذا السعر. والآن لنذهب إلى الإلبي. في إلبي أصدقاء جبنا لكم نونوز مينديز يا أصدقاء، ولكن يا أصدقاء معلومة، في هذه الحادثة أعطونا البارحة أليكس ديليس مجانا، والذي يريد الذي أخذ أليكس ديليس بدون لا يأخذ نونو مينديز، والذي لم يأخذ أليكس ديليس يشتري نونو مينديز يا أصدقاء. هذا هو معلومة، أردتم أن تضعوا نونو مينديز أو أليكس ديليس بخياركم أنتم يا أصدقاء. قيمة هذا اللاعب نونو مينديز 1,960,000 كوينز، هذا أقل سعر. السرعة موجودة، إلبي أسطورية يا أصدقاء، من أفضل إلبي في هذا الريتش، إنه رخيص رخيص مش غالي. والآن يا أصدقاء اللي ندب إلى 2CM يا أصدقاء، معلومة سنلعب بخطة 4-3-3 الهجومية بكام في صانع ألعاب. أي الآن لنذهب إلى 2CM يا أصدقاء. في CM الأول يوجد معنا فيرون، قيمة 3,470,000 كوينز. جبته من لأنه أيكون راح يربطنا لنا مع جميع اللاعبين، طاقته جيدة جيدة، لدي عيب واحد وثلاثة حركة مهارة، هذا هو العيب الذي يوجد فيه. سرعة موجودة، تسديد، تمرير، لاعب متكامل، يلعب لك كاس إذا أردت، يلعب لك لاعب متكامل يا أصدقاء، يهاجم، يدافع، مال كل شيء، هذا فيرون. والآن لنا دبل سي إم تاني.
في سي ام تاني أصدقائي يوجد مهجر سي ام من دولة فرنسا كرواتيا أصدقاء، قيمته 3,760,000 كوينز، يمكن أن تحصل عليه بأقل سعر هذا. لاعب جيد كالطاقات، صورة موجود، تسديد، تمرير، رشاق، لاعب جيد. راح يعمل ثنائي وفيرون أسطوري، لأن فيرون راح يلعب كيدافع قوي بدنيا وهذا كسائم هجومي. فهمت من أصدقاء؟ يلعب قدم يسرى، أربع حركات مهارة، جيد جيد، طاقته أسطورية، السرعة موجودة، تسعة موجود، سكيلز تمرير طويل، يعزز التمرير الطويل والتحكم، سرعة الركض، سرعة الركض يعززها 5. أصدقاء ستصبح 89 جيدة بالنسبة لسي ام. تقويس 112، يعني كل ارتو جول بالنسبة للتقويس يا أصدقاء. والآن حيلي ندب إلى الكام في صانع اللعب يا أصدقاء، معنا ويلز ألمانيا أصدقاء. كام 94 من حدث توتس، لاعب جيد جيد للغاية، أقل سعر يمكن أن تحصل عليه هو 1,830,000 كوينز. بالنسبة للطاقات أسطورية، السرعة موجودة، تسديد، تمرير، رشاقة موجودة، كل شيء موجود، أربعة شيء أسطوري. بالنسبة لصانع اللعب، تقويس موجود، قوة تسديد موجودة، الإناء موجود، 97، سرعة الركض 98. لصناع اللعب أصدقاء في مركز كام، لكم تلاحظوا قوة التسديد والأرتو والرشاقة والمراوغة، هذه الذي يحتاج صناع اللعب يا أصدقاء. والآن هيا لنذهب إلى ال دبليو. ال دبليو أصدقاء يوجد معنا زاها من حدث مواجهة الربيع يا أصدقاء. هذا اللعب زاها أسطوري، يتميز 5 حركات المهارة، يعني لعب مهاري للغاية، إيقاع موجود، صورة موجودة، تسديد موجود، تمرير، رشاقة، يعني لعب خفيف، وسكيل تحكم بالكرة، قوة تسديد 103، الذي عيب واحد هو التقويس 80، لكن راح يكون لاعب أسطوري. ويلفرد زاها لاعب أسطوري أصدقاء، وقيمته 4,810,000 كوينز يا أصدقاء. والآن حين نذهب إلى RW. RW يا أصدقاء لدينا رياض محرز يا أصدقاء، فخر العرب. أريد أن أشكر كل جزائري الذي يشاهد القناة، أي أنا أشكرهم، كل الدول العربية أشكرها يا أصدقاء. هذا هو في RW رياض محرز، 93 من حدث دوري أبطال أوروبا، قيمة 3,160,000 كوينز، هذا يمكن أنك تحصل عليه يا أصدقاء. لاعب مهاري بقدم قدم اليسرى اللي يلعب جيدا، 4-5-4 قدم ضعيفة، 5 مهارات، سرعة موجود، تسديد، تمرير، رشاقة، تقويس 94، لاعب جيد جيد يا أصدقاء، رواق الرشاقة. والآن يا أصدقاء لنذهب إلى رأس الحربة. يا أصدقاء في رأس الحربة يوجد أديمي، لاعب أسطور، أسطور بمعنى الكلمة، بمعنى كلمة لاعب أسطوري، قيمته 1,800,000 كويز، يمكن أن تطلب هذه السعر وسيأتيك. طاقاته أسطورية، 4 حركة المهارة، يلعب بقدم يسرى، سرعة 113، يعني لاعب سريع للغاية، 98، 86، رشاقة 99، لاعب سريع، 914، سرعة الركض 113، الإناء 100، قوة 103، تقويس 88. بالنسبة للمهاجم ليس جيد، بالنسبة للمهاجم رشاقة 110، توازن 105، الرأسيات 84، قفز 107، طول 1.77 متر، مهاجم غير طويل كثير، سيكون خفيف يا أصدقاء. هذه التشكيلة. والآن هاي لنذهب إلى في فرنديز، لنرى كم أوفر سنعمله الآن يا أصدقاء. جينا لفي فرنديز، هذه التشكيلة كلها
تطورنا إلى 10 سكيل بوست يا أصدقاء، 10 والرانكات، 10 ولاعب واحد 15 وأديمي يا أصدقاء أديمي. هذه تشكيلة يا أصدقاء، تشكيلة أسطورية يا أصدقاء. والآن جئنا للمرحلة أقل لاعب فيها هو 94 وخصص نافاس وأورتيك يا أصدقاء. والآن هاي الآن يا أصدقاء لنتعرف كم جينا في الريتين وكم تناغم يا أصدقاء، 107 يا أصدقاء تناغم، كيمستري 93 يا أصدقاء، لم يوصل إلى 100 لماذا لم أعرف ليش يا أصدقاء، هكذا أو 100 يا أصدقاء، كيمستري 100 وريتين 107 يا أصدقاء. هذه أفضل تشكيلة تحت 50 مليون كوينز يا أصدقاء، بسكيل 10 و تدريب 15 يا أصدقاء، رانكاج 15. هذه التشكيلة يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء جينا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم الفيديو يا أصدقاء دعوا زر لايك واشتركوا في القناة، لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد يا أصدقاء. والذي وصل إلى هنا يكتب لي تعليق، يكتب لي التشكيلة التي يريدها وكم مبلغ الذي يريده يا أصدقاء. هاي الآن، peace out.